السلام عليكم، حياكم الله ويا اهلا وسهلا. هذا زي ما احنا شايفين البيبينو جولد، ما شاء الله انتاجه جيد والحجم برضه جيد ما شاء الله تبارك الله. هذا اللون يفتح النفس. طبعا اذا بنتكلم عن المكاثره اليوم، بس نتكلم عن المكاثره الساق هذا نفسه نردمه بالتربه او نحط له حوض صغيره او اصيص صغيره او مركن، وهو يجذر من حاله، وبالتالي نقص الفرع وخليه يتوكل على الله يصير شتله كامله. هذه الانتاجيه زي ما انتم شايفين، النبته كلها فيها خير وبركه ما شاء الله. زي ما احنا شايفين التزهير هناك برضه فيها الشتلات. هذولي الله يسعدكم، هذولي مكاثرات زي ما انتم شايفين، هذه اللي بالاصايص مكاثرات كلها وسهله سريعه مكاثراته. طبعا الطعم ما ادري وش اقول لكم يعني عن جوده الطعم، مش ذاك الطعم المميز، لكن بين الشمام والبابايا وشويه مانجا على السريع يعني هذا طعمه يعني. في ناس تحبه كثير وفي ناس من ضمن المذاقات المختلفه طبعا، لكن انتاجيته ممتازه. الاسواق لسه ما تعرفت عليه بشكل جيد. والله يسعدكم، مع السلامه.